مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من طنجة. ولدينا حالة إنسانية لعامل نظافة كان يشتغل بإحدى شركات للنظافة بمدينة طنجة مدة 10 أشهر، إلا أنه تفاجأ مؤخرا بقرار تنقله إلى مدينة الدار البيضاء. إذن وبكل حسرة والدموع يحكي لنا هذا العامل معاناته مع الشركة الذي خيرته إما الانتقال إلى الدار البيضاء أو إحدى المدن أو فصله عن العمل دون أداء مستحقاته. تفضل احكي لنا كيف وقع لك مع الشركة. السلام عليكم خوتي، الله يرحم لكم الوالدين. أنا كنت خدام مع الشركة من شهر 3 حتى شهر 3 وأنا خدام بالنية ديالي وباقي الأطراس ديال الشطبة في يدي، خدام مع الشركة. وفي الاخر كيجيني قرار، جاني عون قضائي للدار، عندي جا عندي للدار دق عندي وما عنديش هادشي، ما عندوش الحق يجي عندي للدار، ما عندوش الحق نهائيا يجي عندي. هذا الدستور تيقولها ما عندوش الحق يجي عندي للدار. وجاب لي الشهاده، ها هي قوت جبد جبدها، ها هي قوت كنجبدها كنوريها لخوتي المغاربه، ها شوف كي ولات، ها ها هي خوتي، ها خدمت سيدي ماري، سيفتوني المارينا ومارينا كاملة، الناس ديالها كيعرفوني وشطبتها كاملة كاملة شطبتها كاملة شطبتها، هو الجزاء ديالي. وفي الاخر كيجيني جزاء ديال نمشي ننتقل للدار البيضاء ولا الرباط ولا المحمدية. واش انا عندي باش غادي نمشي للدار البيضاء ولا المحمدية وعندي 4 ديال الدراري؟ انا هاد السيد اللي سيفط لي هاد الورقة ديال الانتقال راه عارف عندي الدراري وعارف راسو شحال كيخلصني، يعني ما كيخلصنيش باب الثمن اللي هو كيعطيني 1900 درهم مدة 5 أشهر ولا ما عرفت 6 أشهر. تهضر معاهم الراجل ديال مارينا، الشاف ديال مارينا هضر معاهم، عاد باش زادونا 2200. وفي الاخر كتجيني هاد الورقة اخوتي، واش انا هذا هو الجزاء ديالي؟ 4 ديال الدراري ياك، 4 ديال الدراري هما اللي كيبقاو فيا ملي كنرجع للدار، ملي كنرجع للدار وكنبقى نشوف فيهم ياك. راه انا مرض، مرض نفساني، مرض مرض مرض. علاش كذبوا عليا اخوتي؟ كذبوا عليا، قالوا لي عندك كونجي. ومشيت للدار جلست مع وليداتي قلت غادي نرتاح كونجي ديالي وكنخرج وندورهم وهادي، بقيت جبد 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 حتى الاخر ما بقى عندي ما نجبد، باش ما بقى عندي باش نخلص لك، راه ما بقى عندي باش نصرف. انا قلت دابا كنتقاتل غير هي 10 دراهم، هي 10 دراهم اللي صورت هي الخبز وعندي في الدار الزيت والتاي والسكر، هذاك هو الربح ديالي. حيت درت واحد ديفو خايب، واش تجيبوا الشركه ب 8000 درهم ويعطيني 1900 درهم؟ عباد الله حشومه، علاش نتوما 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 غتسيروا عوض تعطيوا للشركه 8000 درهم اعطيوني 2500 ولا 3500 غادي نفرح. علاش حنا تبارك الله كنقولوا الله يجعل، الله يجعل البركه، الله يخلف اللي جاب الله تبارك الله، ولكن حشومه والله الا حشومه ملي جاني هذا القرار. دابا رانا كنخرج كنمشي ندور على الله نترزق الله، وفين ما مشيت فين ما مشيت كيجريو عليا، فين ما مشيت كيجريو عليا، فين ما مشيت ما كيجريو عليا. ها انا كنضرب الكرتونه ديالي، ها انا كنضرب الكرتونه ديالي وعندي الكارو والدراري، اليوم الحد اللي خصني نخرج ولادي. اليوم الحد اللي خصني نخرج الدراري ولادي يدورو، ها هما في الدار. مش حشومة عليكم، حرام عليكم، عطيوني غير حسابي على الأقل، عطيوني حسابي. هذا راك سميتو الطرطاع السوفي، أنا راه قريت الدستور واخا أنا راه قريت الدستور قريتو، هذا سميتو الطرطاع السوفي. حشومة حشومة بزاف، حشومة بزاف، الطرطاع السوفي حشومة. خيرك إما تنتقل أو لا يجريو عليك. عطوني ظرف سيمانة، هي مكتوبة هنايا العام سيدي، مكتوبة هنايا إلا فتي سيمانة ما جيتيش لعندنا كيتفسخ العقد، والعقد انا ما عنديش فيه الانتقال، العقد انا ما عنديش فيه الانتقال، العقد فيه واحد الاقرار في الكوميساريه، هذا كيتسمى الشغل، هما البوليس ديال الشغل، هما وزاره الشغل. وملي طلعت عند السيده الراجل اللي تحت العساس قال لي طلع للفوق للبيرو، ملي طلعت ربما الا عندهم الكاميرا تما راه كلشي مسجل، ملي طلعت تما عندها باش جاوبتني قالت لي ما كنعرفش القانون. قالت لي ما كنعرفش القانون، هادي هادي ديال الشغل، ما عرفتش شنو المستوى ديالها. جالسه في البيرو، جالسه في البيرو قالت لي ما كنعرفش الشغل. نعم مفتشيات الشغل، مفتشيات الشغل، مشيت عندهم للعماره، مشيت عندهم للبيرو قالت لي لا ما كنعرفش القانون.
قلت لي ما كنعرفش القانون. لهذا سيدي الله يرحمكم الوالدين ياك، انا بغيت غير نخدم. انا دابا يعطيونا هي الشكاره هكا وندور الشطابه ونقي بلادي ياك، ونقيو البلاد، بلاد خانزه 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 خانزه. يعطيونا هي الشكاره، هي الشكاره الشكاره، ويعطيوني ندور نقي البلاد، ما فيها شنو، علاش غنخدم؟ ها هي الشط، ها هو مارينا، مارينا اللي في طنجه هنايا، مارينا باي، مارينا باي. ها انت الشطابه، لا ترس الشطابه باقي في يديا، ها هو 10 شهور وانا جالس في الدار، وصبنت الحوايج في الدار. واحد النهار المراه خرجت تخدم مع واحد المراه، خرجت تخدم مع واحد المراه تصب ليها تما شي مانطات، وصبنت انا في الدار، صبنت في الدار وباقي لا ترس الشطابه في يديا. والناس زمارين راه كيعرفوني ماشي غشاش، المعقول كنخدم بالمعقول. ودابا سيدي هاد الناس هادو راه تعداو عليا، ما عطاوني حقي، الجزاء ديالي راه عطاوه ليا. انت سيدي كتشوف الجزاء ديالي، ها هو الجزاء ديالي. اقسم لك بالله اللي ما عندي حتى باش، الا قالت لي المراه في الصباح ملي بغيت نخرج عطيني نجيب الصابون والليخيه، هو جافيل قالت عطيني نجيب الصابون والليخيه، هود عندي عبد العظيم عطيتو 4 دراهم، ها هي عطيتو 4 دراهم، رجعتها له قالت له 4 دراهم اش غنجيب بها؟ واش نجيب بها الخبز؟ واش نجيب بها الليخيه؟ وباش غنجيب الخبز؟ انا ملي سمعت الخبز نكذب عليك، ملي سمعت الخبز هو تسلت، هو تهب شويه بلا ما يشوفوني والله الا هو تقسم لك بالله. ملي سمعت الخبز سمعت هادي الا هو، علاش خديت الكارو؟ ها هو اللي كنبيع، هو اللي كنبيع. دابا انت هذا الثقل هذا اللي جا، واش متي شي حاجه في الشركه ولا غير هما بغاو يدخلوا؟ انا ما سنيت ما والو، انا جاوا لعندي ياك قالوا لي الكونجي، هما راه كتبوا عليا خصهم الطرد تاع السوفي. هذا راه الطرد تاع السوفي، نعم اسيدي الطرد تاع السوفي، الدستور في الفصل 6 الفصل 7 الطرد تاع السوفي، هذا الطرد تاع السوفي. علاش قالوا لي كذبوا؟ قالوا لي الكونجي، وجيت انا للدار جلست، قلت صافي راه عندي الكونجي، راه غادي غادي يعيطوا لي، غيعيطوا لي. جلست مع وليداتي، بقيت كنجبد ونخسر ونلبسهم السبرديلات هذه كذا، طليت في وليداتي وبقيت كنتسنى، بقيت كنتسنى 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 كنتسنى. ما لا ما عطوني والو، جلست ما عطوني حتى شي حاجه، ما عطوني حتى شي حاجه. ملي كنمشي لتمايا، ملي كنمشي عندهم الهود عندهم البيرو، كنسول تما واحد الشاف، ديما كنمشي ديما كنقول لهم دروشه تعيطوا لينا، وما عندي ما ندير لك، وما عندي ما ندير لك، وما عندي ما ندير لك. لهذا سيدي الله يرحم لكم والدين، الله يرحم والديكم، خذوا لي حقي انا مزوق، الله يرحم والديكم خذوا لي حقي. نعم انا الهاتف ديالي بعتو، الهاتف ديالي بعتو، ما بقى عندي هاتف. علاش ما نقدرش واش مولك راه كيدق عليك 90000 فرانك منين غتجيبها؟ 90000 فرانك واش ماشي انكريسي؟ لا انا خصني خوتي نقول لهم صباح الخير مساء الخير، انا خصني نمشي نخدم. يعطيوني هي الشكره عباد الله، غير الشكره، ويخدموا غير الشكره ونجمع. والله ودا سيدي ياك حق الله العظيم، دابا الا بغيتي تمشي معايا نوريك ياك، نوريك الزبولات حاشا وجهك وحاشا هاد الناس اللي كيسمعوا، نوريك الزبولات تشوف بعينك. على قلت الله اكبر، على قلت الله اكبر. راه انت كطالب ترجع للخدمه ديالك. انا بغيت نخدم انايا، انا ماشي ديالي، انا ما كنبيعش، انا ديالي، انا بغيت، انا ما كنبيعش الكارو، ما كنعرفش نبيع الكارو، ما كنعرفش نبيع داك الشيء، ماشي ديالي انا، داك الشيء ماشي ديالي انا، ديالي هو الخدمه العسه اللي كان، اللي كان المهم الخدمه، البنين اللي كاين، اللي كاين اللي كاين. المهم خصني ندخل الشهريه لوليداتي، واخا ضيعوا لي حياتي، واخا ضيعوا لي حياتي من 15 سنه وانا كنخدم مع عباد الله وكيضحكوا عليا، ما كاين لا ضمان اجتماعي، ما كاين والو، ما كاين. اول مره في حياتي، اول مره في حياتي كيصوبوا لي الضمان الاجتماعي. وما داك الشيء الاخر طالع عند السيدي ربي، داك الشيء الاخر مشى عليا، داك الشيء الاخر مشى عليا، وما كاينش شي خلاص اللي هو نقولوا، ولكن خليهم خليهم. الحمد لله ملي كاين الموت، الحمد لله ملي كاين الموت، الحمد لله ملي كاين شبر وربعه الصبع، الحمد لله الحمد لله ملي كاين الموت، الحمد لله. هو هادشي كامل سيدي الله يرحم لك الوالدين ياك، على قلت الله اكبر. الله يرحم والدينا اخويا، انت كتشوف هادشي كامل، انت سمعتي. وكان غيجي معايا ادم، والله لا عيا معايا لا سق فيا، بغيت نجيبو معايا
شويش قلت اش غنديه معايا؟ لا ما يمكنش نديه معايا، علاش غندي؟ البارد وتخرج دابا. خفت نجيبو سيدي ويشوف هذا الشيء، ما بغيتوش يشوف هذا الشيء، علاش كيموتوا على الوطن ديالهم؟ راه هما كيشوفوا كاين بعض رجال الامن الا كانوا كيسمعوا ياك، كنكون غادي انا وياه ياك ملي كيمشي لعندهم السلام عليكم. هذا ما عندوش 4 سنين عام سيدي كيحماقوا على الوطن، وما بغيتش نوصل لهم نقطة الضعف ديال الوطن، فهمتي؟ ما بغيتش نوصلها لهم كاملين بهم ياك. دري ولدي داك النهار مشيت مع كيقف الاعدادي في السابعة، وكان ضره رجلو وخسرت عليه شي فلوس، وملي مشيت قال له جيب ولي الامر، دينا الشهاده الطبيه ومشينا تمايا عند واحد السيد تمايا مقتصد، وهو يسولو قال له شنو غتكون في المستقبل ديالك؟ قال له رجل امن. قلت له عقل على هذيك المهايتم ديال رجل امن. الله يرحم لك الوالدين، بارك الله فيك. مشاهدي قناه شوف تيفي كنتوا معنا مباشره من طنجه، وهذه الحاله الانسانيه ديال عامل النظافه اللي تفاجأ بقرار تنقله لمدينة الدار البيضاء وخياره إما الانتقال أو طرده من العمل، وكيطلب من المسؤولين على أنه يعطيه فرصة يرجع للعمل ديالو بدون تنقله، لأن عنده 4 وليدات ومازال خصو يخلص الكرة. مول الدار كيهددو بالتشرد إذا ما خلصلوش الكرة. إذا هذا نداء موجه إلى الشركة المعنية لإعادة النظر في قلة تنقيل هذا العمل، هذا عامل نظافة البسيط باش تعطي الحقوق ديالو. تحية لكم مشاهدينا أينما كنتم، ألتقي بكم في مباشر آخر، إلى اللقاء.